مثل ما تعودتوا عم نطلع عليكم يوميا على شاشه الام تي في ونهيلكم طريقه الشوبينج مع شوبينج باي بست سيلر. غرض متنوعه ومميزه واسعارها كثير مقبوله. انتوا قاعدين بالبيت بدكم بس تتابعونا وتختاروا الايتم يلي بهمكم، تتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكم من دون اي كلفه اضافيه وين ما كنتوا بلبنان. شو أورجانايزر هالشبه غزانة بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بينخزق وبنفس الوقت منه تقيل بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكازيات مرتبة وإلها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز. قياسها مناسبة كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها ظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكال ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكال فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانايزر حد بعضن. ب$26 بتحصلوا على شو أورجانايزر، والعرض هلأ مقابل شراء 2 شو أورجانايزر بتحصلوا على الثالثة مجاناً. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وب$26 توصل لعندكم بلا كلفة دليفري. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين نتنظفوه، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بينظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير، بثواني كتير قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة وتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي ب$34 وللدوبل فيتراج ب$60، والأهم مكفولة لسنتين. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 واحصلوا على تشيلو برو الأصلية وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. لكل ستات البيوت يلي بتهمهم ريحتهم، سوي برو بلس الجديدة هي الحل. هالمكنسة على البطارية ما إلها شريط وما بدها كيس وما بيتعدى وزنها الكيلو الواحد. بتسحب كل شيء من الكبير للصغير إن كان على السجاد على البلاط وعلى الباركي، وبتحللنا خاصة مشكلة الشعر يلي ولا مكنسة بتحللنا إياها. الفاكيوم التقليدية تقيلة وبدها شيط كهرباء، والمكنسة العادية بيعلق فيها الشعر. مثل ما شايفين بيجي معها بطارية وشارجر، وما قلنا إلا نشرجها ونستعملها لوقت طويل. شوفوا شو هينا على الباركي، بدنا بس نمرقها على الأرض وما في لزوم أبدا نشد، نتركها تمشي لوحدها. والشي المنيح كمان إنه شكلها الجديد تريانجل لحتى نقدر ننظف الزوايا بكتير سهولة. وإذا بدنا نمرقها تحت التخت أو الخزاين أو حيلا شي تاني، شوفوا شو براكتيكال منوطيها بهالشكل، وهيك بصير فيكم تفوتوها وين ما بدكم. وأكيد هذا الشي بيتطبق مثل ما قلت لكم على السجاد كما على البلاط. سوي برو بتبرم 360 درجة، يعني بمختصر فيكن ما تعتلوا هم إذا ولادكن وقعوا بسكوي أو كورنفليكس أو حيلا شي تاني. كتير سهلة التنظيف، بدنا بس نكبس هالزرين بهالطريقة منفض الجارول الكبير من الأوساخ. سوي برو بلس مثل ما ذكرت ما بدها كيس ودبة كتير هين، فينا نعلقها على الحيط أو نحطها ورا الباب، يعني ما بتاخد محل أبدا. سوي برو هي ماشين ما بتنضب لأنها تستعمل 365 يوم بالسنة، والعرض هلأ مع سوي برو بلس في 3 هدايا، قطعتين ستيكي برو لتنظيف الفوتويات والتياب وكتير إشياء غيرهم، وهالفرشاية حتى إذا بدنا نشيل شي على السريع. سوي برو بلس أكيد مكفولة لمدة سنتين، لا تحصلوا عليها اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم ب $43 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. مين منا ما بيعاني من أوجاع الظهر والرقبة إن كان بقعدتنا الغلط بالمكتب أو إذا بحكم شغلنا عنا سواقة لوقت طويل أو بأي عمل متعب بنعمله بحياتنا اليومية؟ رويال بوستر مشد بينلبس على الظهر لتجليس العمود الفقري وانحناء الظهر، مش مثل غيره من المشدات مصمم بطريقه كتير مريحه لما يزعج بالتنفس، وحتى فيكن تلبسوه تحت التياب لانه منه سميك وما ببين. ولكل شخص عنده ديسك او تكلس ما له غنى عن رويال بوستر،
بسعر 25 دولار بس واصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية. هو كفيل للتخلص من أوجاع الظهر والرقبة. ما يكون إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية. صرنا بعصر الشباب تهتم بأناقتها ونظافتها مثل البنات. من هيك صار في مكانات متطورة تساعد على هالشي. جرومر برو سعرها 30 دولار هي مكنة حلاقة بتشتغل على البطاريات. شغلتها تحلق الشعر من دون أي وجع أو علامات على الجسم. هالمكنة مالتيبل يوز لأن فينا نستعملها لكذا منطقة بالجسم يلي هن الدقن، الشوارب والسوالف، وما بتسبب ولا جرح لأنه شفرتها ستينلس ستيل. مش بس هيك، حتى فيكن تستعملوها لإزالة الشعر من الدينين، الأنف والجسم مثل الإيدين أو أي مكان آخر. جرومر برو مكفولة على مدة سنة، بتوفر عليكن وقت وفيكن تستعملوها أنتو ببيتكن بلا ما تقصدوا الحلاق تبعكن. ب 30 دولار بتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. ما تنسوا فيكم دائما تتصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دائما على الام تي في.